ميدي شو على مزيكا فم. مرحبا بكم، تحليل وقراءة للتطورات الأخيرة منذ الخطاب الرئاسي البارح وحتى لليوم. شنو اللي صار؟ شنو اللي قاعد يصير؟ علاش قاعد يصير؟ كيفاش قاعد يصير؟ أنت بحدايا نزار شعري، عسلامة نزار. مرحبا بك أبو بكر، مرحبا بكل المستمعين. مرحبا بك. دونك باش نبدا يمكن نسألك على أنه توا في الوقت الحالي موجودة تحركات سلمية، تحركات يمكن هي تحركات شعبية سليمة، فما ناس رفع يمكن مطالب مختلفة، مطالب اجتماعية ومطالب سياسية، وهذا مشروع لكل معناها مواطن تونسي. باركونتر فما ناس قاعدة تطلب متقلقة، شو اللي باش يصير؟ اسكو فما عنف؟ فما لا؟ ما فماش؟ فما ناس هاربة؟ فما ناس خايفة؟ دونك أنت كيفاش ترى في معناها من وضعيتك كصحفي، كيفاش ترى، كيفاش تقرا التطورات هذو؟ قبل كل شيء أبو بكر لازمنا نفهموا الحكاية بالباهي. التحركات اللي صايرة اليوم خاصة في تونس العاصمة ماهيش بنت البارح ولا بنت اليوم، هي تحركات مبنية على نداء قام به الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب عام كان مبرمج قبل خطاب الرئيس البارح وتواصل الخطاب هذا. معناتها يزلنا نعرفوا أنه التجمع السلمي اللي قاعد صاير في شارع حبيب بورقيبة اليوم هو تجمع كان معناتها مبرمج من قبل، معناتها ماهوش كان نتيجة للي صار البارح، وإلا يعني معارضة كما يحبوا يسربوا بعض القنوات أنها معارضة للكلام اللي تقال البارح. اللي قاعدين نسمعوا فيه في الشارع اليوم كلام جميل جدا، يبين برشا أنه ثم بالحق حرية في التعبير. معناتها اللي صار بين البارح الخطاب واليوم صارت برشا حاجات باهي. انا البارح مانيش مصدق نشوف لي سيت انترنت الكل تحلت في فرد وقت، في نفس الوقت اليوم نشوف البوليسيه اللي كانت قلت البارح مثلا تضرب بالكرتوش اليوم موجوده وفقط تاثر في هالتظاهرات وفي هالامور السلميه هذه. فانا نعتقد انه ما ثم كان الخير، ثم حاجات باهيه برشا قاعده تصير، ثم شعب واعي. اليوم الشعب التونسي قاعد يبين انه هالانتفاضه العفويه اللي صارت ما زالت متواصله بعفويه. الحاجه الباهيه اللي قاعدين نشوفوا فيها انه ما فماش رؤوس حربة كما يعتقد البعض قاعد يتحرك في هالشعب هذا، الشعب قاعد يتحرك بعفوية، قاعد يطالب بعفوية، وكل واحد قاعد يعمل اللي يحب. هكا ولا سينو؟ سيا مثلا نزار. إذا نقبل كل شيء نقولوا أنه كنا عايشين في مرحلة، الخطاب البارح كان نهاية مرحلة وانطلاق مرحلة جديدة. من لازم إثباته توا. اسمع، ما تنجمش في 12 ساعة تثبت كل القرارات. أول حاجة صارت مباشرة بعد الخطاب نتاع الرئيس اللي أعلن أنه حرية التعبير مسموحة وأنه الإعلام يحرر، كانت حصص تلفزية، حصص إذاعية مباشرة على كل القنوات الخاصة والعمومية، وهذا مفيد برشا. الخطاب البارح تغير على قنواتنا، العباد البارح تفرج في تونس 7 كأنها عمرها ما تفرجت في تونس 7. هذا مهم برشا انه نعرفوا انه ثم اشياء قاعده تتغير. الشيء اللي قاعدين نقولوا اليوم فيه في موزاييك، الشيء الناس اللي قاعدين تستضيفوا فيهم اليوم في موزاييك تعبر على هالحريه هذه شيء كبير. البارح زادت تحلت كل وسائل الاتصال الحديثه، يعني الانترنت تحلت، لكن برشا اصوات قالت اذا الثمن هذايا هو ثمن فتح اليوتيوب يا سيدي ما حشناش به احنا اليوتيوب. اي نعم يا سيدي، ظهر لي انه ثمن غالي برشا، لكن الثمن هذايا كان لازم ندفعوه للحريه. اليوم الحريه مش يكون معها مكاسب اقتصاديه اخرى مباشره. اليوم الاكيد بعد شويه مش يكون ثم بلاغ يعلن على مختلف المواد الاساسيه اللي اذن سياده الرئيس انه تخفض الاسعار نتاعها، وهذا ايضا واحد من المطالب الاقتصاديه الكبيره اللي اعطاها الشارع التونسي. التغيير اللي صار البارح تغيير جوهري، بما انه احكى على المطالب الكبرى، حرية التعبير، حرية الانترنت، حرية الاعلام، لكن ايضا التشغيل، سماعة الشعب، حريات سياسية والديمقراطية. لكن الشيء هذا مش يصير في ليلة وضحاها، والسادة الحاضرين حول الطاولة هذه يعرفوه. قبيلة نسمع في السيد نجيب الشابي يحكي على واحد من القنوات الاعلامية الفضائية الاجنبية، يقول انه ما يلزمناش نسعاو لبعض المطالب اللي قاعدة تصدر اليوم، تقول لازم اطاحة النظام بالكامل. انا ظاهر لي انه الشيء هذايا نقطه باش نرجعوا لها نزار هذايا. جوست نحكيوا اقتصاديا كيفاش دونك مع الاستاذ الهادي بوغراس تفعيل الحمايه بوبكر. انا خليني نمشي مع الايميل هذايا ونعقب على الكلام اللي قالته السيده روضه. نحب نرجع الخطاب لبلاستو. الخطاب بدا من الشعب، بدا من ولاد الشعب، هزوه الرابورة، هزوه البلوغارة، هزوه العباد اللي موجودين على الانترنت، هزوه شباب تونس. انا نحب نرجعوا لوين بدا. جبت لكم اغنيه باش تشوف التفاعل نتاع الشعب نتاعنا مع اولاد الشعب نتاعنا، اغنيه اسمها باسم الشعب من راب من اولاد الشعب. خلينا نبعدوا عن خطاب النخبوي واسمع هذا. من 2011 الشعب تحكي بصوت الشعب، ما يهمش الانتماء. باسم الشعب اغنيه جيت بها انت نزار مع ماسكوت. ماسكوت اغنيه باهيه برشا. ولاد الشعب اسمع الحكايه برشا هامه ياسر. قال لك تونس امانه في رقبتنا، اليوم تطفى نار الفتنه، باسم الشعب
الدم نتاع الشهداء ما يزموش يمشي هدر، الدم هذايا ما يزموش يراق هكاكا ويمشي على روحه. اليوم الدم هذايا راهو دفعوه ناس مقابل الكلام اللي قاعدين نحكيوا فيه احنا اليوم، والكلام هذايا بدام الشعب ويواصل الحوار نتاعو من الشعب على النخبه اليوم اللي ما كانتش حاضره في الايام اللي فاتت. شنو دورها النخبه؟ الدور نتاعها شوف، انت عندك عباد كبار موجودين ومناضلين حول الطاوله هذه يجمو يحكيوا لك على كل اللي صار على النخبه، على خاطر النخبه تم عباد اتقسمت القسمين، تم عباد قاعده تساوم وقاعدة تخدم بالمعارضة متاعها بين ظفرين، وثم عبيدة تقمعت. يزمنا نقولوا الحقيقة كما هي، العبيد اللي موجودة عندها اليوم اكزاكتمون هاو العبيد يعطيوك شهادات. انا ممكن صغير في العمر، لكن عبيد كما سي نوفر كما روضة كما سي الهادي كيف كيف عاشوا حاجات يا اخوي احكيوا لنا شنو صار. لكن الهدف من هذه الكل يا شعب اليوم نهداو نقعدوا على طاولة واحدة ونتحاوروا بلغة حضرية كما كلمنا البارح رئيس الجمهورية. نفضوا الحكاية تاع اليوم تهدى الامور، وانا عندي خبر يعمل 66 كيف باش نكملوا نهديوا الامور. هاو جاي مباشرة بالضبط ابو بكر ببلاغ تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية اللي مازال كي هبط هاو حاضر عندنا. بالطبيعة نخليك عبدو تعطينا كل التفاصيل. بالطبيعة نبداو بالسكر والسعر الحالي دينار و20 الكيلوغرام، الزيادة الأخيرة 100 مليم في ديسمبر 2009، 70 مليم في أكتوبر 2010، التخفيض ب 50 مليم للكيلوغرام، ولا سومو السعر الجديد العموم يعني 970 مليم للكيلوغرام. يعني جوست عبدو هذا يطبق من اليوم بطبيعة سعر اليوم الحليب نصف دسم القارورة العلبة يعني الباكو 980 الباكو في توا حاليا بدينار و30 في 60 مليم، زيادة كانت في جانفي 2010، تخفيض ب 60 مليم على اللتر. دونك القارورة ولات ب 920 القارورة و 970 الباكو، تخفيض ب 60% و 60 مليم عفوا. بالنسبة للسميد الكيلو كان ب 480 في السعر الحالي، بالطبيعة كانت زيادة ب 30 مليم في اوت. اعطينا السعر الحالي يا عبدو، اعطينا السعر الحالي 450 مليم بلا. يعني وتخفيض 30 مليم. بالنسبة للخبز، الخبز الكبير الخبز ولا ب 230 مليم بعد ما كانت الخبزة ب 250، بالنسبة للباكيت ولات ب 190 مليم، الباكيت ب 190 مليم. بالنسبة للكسكسي السوم الحالي هو معناه السوم توا تخفيض 795 مليم للكسكسي، يعني كان سومه 845. بالنسبة للعجين الغذائي السوم نتاعه ولا 805، يعني 805 800 دورو 800 دورو بالطبيعة، كان سومه 855 وتخفيض ب 50 مليم. بالنسبة لمعجون الطماطم يعني العلبة كانت ب 800 توا ولات ب 1600، كانت دينار و هكاك. اي بالطبيعة كانت اي سومها اعطينا السوم الحالي يا عبدو، السوم اللي بعد التغيير نتاع اليوم بعد التغيير نتاع اليوم 800 جرام و 400 جرام 800 مليم. بالنسبة للغاز قارورة معناها السوم نتاعها 7400، كان 7700 توا سومها ولا 7400 واضح بالطبيعة. بالنسبة للحم الدجاج، الدجاجة ولات توا الكيلو ب 4200، كانت ب 4400 توا سومها يعني ب 4200 الكيلو بالنسبة للدجاج. بالنسبة للبيض يعني العظم يعني السوم نتاعه 480 مليم للحارة، وكان سومها بالطبيعة التخفيض كان ب 40 مليم. على كل حال التفاصيل الكل تلقاها على موقع موزايك اف ام www.mosaikfm.net كالعادة، كل التفاصيل تلقاها موجودين وتنجموا تاخذوا كل التفاصيل، خاطر ما نجموش نعطيكم كل الأشياء هذه في المباشر. أنا نحب نقول قالوا يا بياع باش تبيع، قالوا هاهم بيع بالحاضر. معناتها شوف العباد اللي تنادي بعدم الاستماع لانه راهو جاتنا وعود وما صدقتش وجاتنا درشنوه وحكايه فارغه، راهو البارح الوعود كل شيء بالحاضر. الانترنت الرئيس كمل الخطاب نتاعو قال تتحل اتحلت، الخطاب الاعلامي قال تتبدل اتبدل، اليوم قال ثم تخفيضات. سامحني التلفزه التونسيه ما تبدلتش برشا. شوف التلفزه التونسيه انت تعرف ابو بكر وانت ولد الطرح تعرف انه امبوسيبل تبدلها في 3 ساعات، وامبوسيبل تبدل الوجوه كما قال سي نوفل في دقيقتين. تعرف انه التجهيزات اللي موجوده وكانت حاضره البارح هي الوحيده اللي موجوده عند كابتيوس. احنا اولاد الطرح واحنا نعرفوا واش تم في التلفزه التونسيه، استوديو 900 اليوم ماهوش حاضر للبث على خاطر قاعد يتجهز فيه ايميسيون جديده. خلينا نقول لكم الحقائق كما هي، اليوم الرئيس قال قولوا كل شيء. اليوم التلفزه التونسيه الامكانيات نتاعها محدوده ومحدوده جدا، ما انتكش مش تبدل العمليه هذه بعد خطاب الرئيس بدقيقه يا اخي، يلزمهم ياخذوا الوقت باش يغيروا كيما نحبوا نغيروا الخطاب. هكذا قواتهم بحكم بزياده
صيحية بالمقاسم نار وما يتهز وهذا اللي يستجيب أجعل عصابة لا علي بابا والجوع كلانا وهو ما كرشهم دزو باعوك بقليل المال في سوق بلاد إلا الحكم وفي وفي وعلى شرفك توبل وحنا منخون ومحال يحشو فيها عليك